تنا لو حن آمن سنة هي قفكي يعني هدو حتى أحمد مدوب وكل انتو طريق هو أنا سنة وكل ما لها إنيتا يعني بهوينها وها ما ما لقومة المامي كرو قف سوماليا دلك أردن وحكلا قيمة بدن إن أحمد مدوب كبقول إيسان لكن أنا أقول بشارين إياه أحمد مدوب وكبقول إيسان إياه وهي ما دام أن هلا يفرصت أن أوكي يكون جارسيو دتك وإن شيء واحد وياه شلي مركان تاجيري سو ريرك وياه بو أها أنا أقول ريرك أنا هاي بناها حسب جاس يعني سومالدو وحيو أركت حسب أهان لكن ما أها يعني حسبي دناها قرنك سوماليات يعني كم تري وكوه دمجليد اللي يلاهدو كويس حبيت القيمة بدن مرك الأيد بنتكم هاد علينا فرحت بما تنوط هاي برامج كان حساب بدن وطبعا أنا كده هرو قدونا وحياة بدن والله حديدا حالد قد سومالي دا قار هانا شهورة ركا يود حيا خلاف كمدحونا سومالي يمام القبلة دي دا مع فرحتو هاللي برامج كان طبعا شامع قلل شمع قلد آدم كمات علم مركلة فرحب إنه تقول كينن سدو قبل ما سنت يا صاحب كي محمد الشيني وسلام يا دمان داود ياشا ملك استو أي جوجان وسلام يا وحله وقت وحيدين وعناده وايا أنا أقول سدو كلا سانو قلنا هاي دبعا وحكي شر خلاف باسن سوماليا قرانا رما الدور الشدة iyadoo lagu muransanayay dabcan oo dhinacyada ay ka soo horjeedaan dabcan mooda dawladda federaalka ee hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ku dhagan tahay oo waliba arinto ay dhaaftay loo joojin maayo oo maanta ugu dambeeyay la doortay gudigii doorashada gudoonkoodii ama gudiga xuduudaha gudoonkoodii maxay tahay ujeedada dawladda federaalka Soomaaliya doorashadani danta ugu jirta maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جودان بومدة سومالية ملك استوى جوجان محمد شينو صاحب هرتا أديجي يقار بدن أو كم إذا شعب كسومالية واحد وجيدين دولة فدرالة ومدح وينه هذه ويا هي حسن شيخ محمود برلمان له لبق جولك كوبان أما لبق أقلك كوبان يجون عيسو دورتين ولو هي هذه كلا الدولية أما معاهد كلا الدولية إسكاهايين كوا يعني ليتا هذانا هذا مركز دب الله هذا ليو وهو اللي بقى وأي إسبدلين دولة الفدرال كهيدا سوماليا وحكسو هري ومجع أيوم بكسو هري هذه فرصة إيسيسو وحنش على هاي حقيقة يو وقع دبتة maanta Soomaaliya ka jira ma aha nidaam dawliya oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin haduu nidaam yahay haduu ahayna waa koox yaani waxaan saa u leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu leeyahay xisbi la yiraahdo UBD yaani UDP inuu yahay wanjaga United Democratic Party ama Union Democratic Party waxa noocaas ah حزب كم عالم بولي حزب جاس يعني سومالدو وحيو أركت حزب أهان لكن ما أها يعني حزب دناها قرنك سومالية يعني كم تري وكوه دمجليد اللي يلاهدو دناها يجو أيليهين يعني إن يكون قرن لو سمي وحكوه لا سيهدنا أي وضعت مجع بلد كوحدن أما UDP هل يرهدو أما دمو جديد هل يرهدو وكوح اسكو حران ان انتو ربضن اسكو حافظ كسو جيد برنامج كسياسي اي حسب بغاس ايا وحا ويهي برنامج مقع بيلاد يعني داد كاللغو بير لحوصد انو مليه باشاس ايا وحتر ايا اما باشاس اي مقع بيلاد يعني كم حافظان ايا ايا وكيل كبيريه مجا بلا حلو جدا مجا او حمد جدا ومجا بلا صوماليات وابشا وكسو جدا حسن شيخ محمود سياسيين تنمركا برنامج سياسي يهدف يقرشا عد اي دكسدين قرشها عد يعني ما اهم مد قرصون يعني قفكي ان اوغين
هذا أيوه كل كوره الدونا حزب جاسي مسؤولين تولي هاي إن واحد شرقار كحشودا وحيابها قاركود إن أي سومالي ذا اللهري مادان إيا قار وحول بقلوسو ديبو لي مادة ورباهنتا سياسي اللي قمنا قعابو إن سنبلوش عبد الله محمد علي سنبلوش لابد يكون يسغال يتوانك الله باعتنك إنا يهيد بانش على هاي حلي هذا ستور غور ومارك تايتو ورباهنتا وريسيه وسيه أما دودا وكاتب غلاي وها سعد وشيغي إن حسبيغا يو بي دي ليرا ويساقو حبين كاكي يهي إما دحوينا حسن شيخ محمود وهو قاميو إن أمين سن يهي أركتي iyo afkar ad oo aan qarsoodi ahayn taasi oo ah in beesha hawiye ay xaq u leedahay in talada dalka Soomaaliya ay ayadu ku kaliyeysato wuxuu tusaale soo qaatay wiiri waa la diray wiiri hawiye iyo daarood baa diray wiiri hawiye adkaaday daroodkii laga adkaaday ayaa inta dib u soo noqday ayaa haddana xukunkeena la qabsadeen waxaan rabnaa buuri marka anaga sida adduunka oo kale marka kooxo ama laba dhinac ay dagaalamaan dhinaca adkaada ayaa nidaamka dejiya sharciga qora dawladnimada dhidibada u dhiga inta kalena waxa ay noqdaan raaciyad waxaan rabnaa buuri marka maadaama anagu aan adkaanay inaan dawladdi dhisno دك كلا إسماعيلنا كل بوحي أن أقرنه أن سينه. أوكي. دوان سوونا وح هذا لي نكلا جم جعابو عصبلة. وح يعني عصبلة يو نكلا إذا سنبلوشة سكوب بيل بكسو كذا دبعا وسلام يا وانا احترام يا بيشاس. أوكي. لكن وح لوسو دي بسياسيين تم جو عودلي وح أكح شودان سياسيين تكلم. وكيف يعني يسوون وحي ولا يمد إنه أركيني يعني كده ذي إن قلادة دا دارات كل يراه ذا أيهين ضد ما النورتيا إلى أي لحظة كنا أيق أم النورتيا أي سو حكومة ين ماجورتي ولنا أي دون ين وحي حارن تها أي كسر ناحيل أحمد مذوبي إن كل يراه ذا دنينا وهو كتل ما مخلاف كحسن شيخ كلا دحية إنه يهي مد أي كوية قين سيهين وحا أيهين أو أه تد ما نورتيا ودون يدد ما جورتيا إنا حكومان هذه مركة أي أسبلان هذه أسبلان يعني قرشهن وحيا أنا ما يستو هذه أي قرشهن أقبلان إن يعني أي مركاسي عيب يفضي حد لكل ميان سيلا دراد ديرنا أي أتغيان أوكي waxaan hayaa shiinow dad badan oo Soomaaliyeedna laga yaabo inay ka warqabaan barnaamijka siyaasiga ah ee madaxweyne Xasan Sheekh uu ka duulayo waa ka 2022kii uu Cabdullaahi Sanbalowsha sheegay waxaan hayaa waraaqo ka soo baxay xafiiska Sanbalowshe oo si cad yani madaxweynaha waxa loo xil saaray yani Sanbalowshe qaabka maamul goboleedyada loola macaamilayo iyo qaabka yani ay tahay إن أي دولة دوشة قيسو أي تلوين شوكتا أو كبحيا مادام أو يهي أغاسمه هي أدى سردونكا أوكي هي أدى واحد هي أدى أي بيلو لا يدى هاي بيلنا اللغولة دقالنا إيجيا هي أدى نبات سوكتا يا سردونكا قرنكا سوماليات واحد لغا بيجي بيل سوماليات أو مقا عيدا لغو ما حابسانا يو وكاحو ما هي يعني إنان دكا أمني سبايو وآني لها دو مقا عباشا سي استعماليا لكن ووح عدوي يغا أو مقا عباشا هوي استعماليا أيا هي أدي قرنكا وحا لغولة دقا لما يهدنا بيل كري أو يهدنا ليري هذا الدارو وحا عدينو آه وحانا يا تلوين كي وكسو بحيي سنبلوشي مقا عابستانين كل يري هذا إن أسد ديان إنه كسو يعني ما ارتقابك وشيء غيره رجل اللي قلت دجال لما يسعيد عبد الله الدني رجل اللي قلت دجال لما يقابك أي تهاي إن لو رد دجال لما أيو تلوين كسو بحنايا أحمد مدوبي قابك لو رد دجال لما يو يسيرة أي تهاي إن يعني كركار كلو ويداريو سياسيين تلو أديك سنيو إنك كبيل أهم بوليه وإن إنه شوب اللان كهلو إنتاس أو حقنود وإن أنقاذ النوب كليه
يعني كو هذا مركا أحمد مدوبة بدلو وحال جينا يا هبل أما هبل كل جيو وحاو كوشا قين دونا قرشياشا A B C D ويعني لبلانجري وورقد رسمية وأجاسمها هي هذا النبات سبيدة يا سردون كقرنكا عبد الله محمد علي سنبلوشي و يعني تلوين كيسا كمسؤولية إيو هاي أتسردون أهان وبحنا يو وحاو موتينا يا ميلاها أي كنوليهين maamulada Puntland iyo Jubaland qaabka loola dagaalamayo dhaqaalaha lagu bixinayo mid walba iyo sida ay tahay mar walba in loo tuso maamulada kale waxaan isticmaalaynaa bu kuleeyahay xildhibaanada markii la yiraahdo dhinaca shuruucda iyo meel marinta hadafka iyo ujeedada inagu aynu leenahay waxaanu isticmaalaynaa bu kuleeyahay xildhibaanada beesha أما بيلها وقوي أما بيشة إسات وصله وسوري بيل مرة وحلي هي بيلها وقوي مرة وحلي هي بيشة إسات أو يعني إيجا أن أكاشنا إنه لدجالن كبيشن أن أكاشنا إنه ويعني تلبحين تشوك ترى وحمرك هي أدي إنه بس بده يسردون كقرنك الروبوت تلقى أمني يدل كان إيو أرمها إن دلكن لما خطريه ساء إن أي لصعته واحد شقد هذه نقطتي يعني هوية أن هاي دارات بان لدرينا إنت هاسي نقطة يعني أمدي سوماليادنا دولة وي أكل غير بسنة سبلا أنت بأوصل لابد الله أمدي سوماليادنا حاجة علينا أكل غير بسنة حاجة علينا أكل غير بسنة سؤال هاد بأوصل لابد هنا لكن وحاد صهد غادة دبعا ريو مهم الله قاعد يو سياسيين هذا مدحوا طبعا هرب وضيا إمام الكحسن شيخ محمود برا بشو دوان أرجعني طبعا رد شوب اللان وحلا صوفا جيو وحوي أريدة أديك سري أم حسن شيخ محمود أم التيم كيس هراء كان عن حتى وسير كأربعة بد سامالي هذا مر وقال لي حتى قرقر وير يسون برا بشو دلوس وقل لي تدك السمعة ده سبحان الله إمام الكحسن شيخ محمود هذا كوتشرا محيط إصابته ودورتي كوا كسم عدو أنا سمت دورة كرين أن أرتا أنا شخصي وحبك الشيء ما إنه سمع دي سي يسمع الله أنت سي لكن وحول بأمام الكاكد حجرة وحي كنت سنة إساء وكما حسن شيخ حسن شيخ وحا هوري ويري حلقي لبدا يكون يلبي يلبات لبدا يكون يتضبي يتوانكي يعني قبيا دم يستريا qabyan dhameystiraya ama qabyan ninkeeda dhameystira dib u soo noqday qabyadii in uu bilaabay yaani shacabka Soomaaliyeed iyo dad badan oo Soomaaliyeed waxay ka filayeen khayr bay ka filayeen wanaag bay ka filayeen qabyada uu sheegayo waxay u arkayeen inay tahay mid yaani uu wax uun dalkan iyo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyin ku soo kordhin doono laakiin qabyadii waxay noqotay waxa qabyo ka aha uqdad يا عيل يا عرقة مرتي يا نعيب وتبر لا إلى يا هذا نقص تبر وهلين أو بلش جارة وقابو إيه يا بلش جارة وقابو مركا في رصدتك يعني هذا كحيرا سنا دوا شيء عن سمعة لهين يعني وحيل كنت سنة إسا حسن شيخ وح ودوني يا ماشى وصعدوا حسن شيخ وحكم اللوضي وحلى لي هذا الدجال حكم مامور كيسن حتى وحنا كده ما يسنا يا دجال إسوا أول عيل يا عرق قبنا وقت جيسا أيا دمانا يا مركزنا يعني ده عدي كل أي خصيصة أمبا أركي دونتا لكن سببته وقدرتي دك قوة اللي تا قبيالي جاء نما هم كور هذاي تنع نحلي جاء ينعيك وكبوه واحد هاي وبرنامجك السياسي جاء حزب جاء UBD أو كوسلا يسون للدجال لنكا ميت كم إذا بيلها سوماليا. مركا وحن أدو أدو أركيسو إن يدخلون يهين ما أها أركتي ديسا وبرنامجك السياسي جاء حزب جاء UBD ودونيو إن وحكوه جاميو. هاتنا حسن شيخ يعني وعدات وحويه يعني قفنا كما قرصونا وحن يعني كفر حسن هاي مركي هورينا داد كي سودو ويهي لكن سيدا دابتا اوغا هاد اللي انا كمي داها هبين كي لدورتي اهل حسن شيخ وحكستو او هاليو واكو تلقل وايو ليح سنو او وحولها خبرت مدحوين النماء
لحد سنة وحي كهلاوي وها وبرتي لح سنة أو معارض وها لم يطبن سنة يعني وخبرة قفك أن مجد بها أما مارك تايتو دي دمينك وحبا كمان فايده لكن إساقو طبعا وأنا فهمت بدل وأنا أركت له وقف مارك تايتو في الفرعون ربيتان كيسا إيا دونيس تيسا يعني اللي فهمي كرم ماشو وشهدو إيا وحا ودوني وحا وديدين حسن شيخ وسياسي اللي فهمي كرم لكن وحا ودوني وحمان وحا وديدين ووناقة وحا ونعبيه وقبيل قبيل كلام مجعيس أيو دوني إنو استعماله مرنبا حسن شيخ هوية وكيل كما أها هوية وحبا أمديبان وحبانا أمديبان كران دارود وحبا ما أييلي كرو وحنا كما تاري كرو وحنا كما دمي كرو لكن إساقا إيا كوح ديس اللي يريهدو يو بي دي أيا حمان تودي بنانك أي تيميد نبات سويد دي قرانك إيا هيديه دوليغا هانا واحد نقضين ميل حافظو أي كوشيران إيا ميل حافظو أي كوشيران أو أي كوشيران حافظة كالي أما ميل بيل كوشيرتو أو بيل كالي رو كوشيرو وهذه الدوليغة أها إدالك سوماليا وما حسنت وي سيدابو رب هادا هادا مرر عنو هادا قرشاها سعودو أو دولد فدرالك أي كركرن يسو طبعا دورشو فدرالوي وحالقها اللي ما هاد دورشو قبلك بنادر أما ما من قبلت كالي سيدا بوتلان لو غارسين كرا سيدا جوبلان لو غارسين كرا سيدا كونفور غلبد لو غارسين كرا دورشوي كان سيدا با كو دحي كرا يدو ديغانيدا اسكو ريمادين او هادا غود اهان وسخير كلا دحين ان حقيقه ماركي لا هادلو واخ دورش لا يرهدو او حسن شيخ او اوجيدا ما جيرتو انا يعني انو دد وا وي بانahay ان ما هان كو يرهدايتو ميشو وا ميشي ان انتا كولا سو اكاناي ee aan wax ku soo baranay ee aan dhaqankeeda iyo hanaankeeda iyo waxa ay tahay oo dhan aan fahmayno yaani siyaasiga Soomaaliga ana nin dambabay ba hadda koor waxa uu yiri yaani seedku ogaatay aduu macallimad qayb ka ogtahay ba leeyahay yaani hebel waxa uu rabaa buu yiri raasuul hebel alooshisa waxa ku jira yaani waxa uu maagan yahay feeraha xun xunka ah ama feeraha siir ba iga xiga maxaa kale oo iga xiga yaani wuxuu yaqaan qofkaasi doonistiisa iyo diidmadiisu yaqaan ana qofka wax laga maleeyaa jira xumaan iyo samaan bini aadamkana waxa ugu shar badan baa leeyahay qofka aan wanaag laga maleeysan nimba xasan sheekh lixdiisii sano ee hore wax wanaag laga ma arkin laakiin wuxuu yiri qabyaan dhameystiraya dad badan baa qabyadii waxay u qaateen yaani markaan wanaaga bilaabi lahaa yaa baar taamki iga dhacay okay hadda wax doorasho ah xasan sheekhu ma jeedo meel uu doorasho ka qabanayna ma jirto mana uu qaban doono xasan sheekh sida kam uu qata waxa weeyaan uu bareeray uu isqaawiyay deni weeno isqaawiyayna ceebtiisa allah asturo lama dhihi karo laakiin sida hadda muuqata waxa uu doonayaa oo kaliya waraaqaha uu qortay ee lagu sheegay dastuur bedelka marka aad fiiriso inuu meesha iska joogo kursiga uu macaaday inaan la yeelayninna wuu og yahay marka waraaqaha muxuu ku qortay yacni madaxweynaha hadda jooga waxa bedeli kara madaxweyne la doortay cid dooranaysana ma jirto doorasho qof iyo codana soomaaliya kama annaga ugu jecel inay doorasho qof iyo coda dhacdo oo dalkan laga hirgeliyo nidaam dimuqraadiya oo qofka soomaaliga ahi waxa uu doonayo iyo waxa uu diidayo uu ku soo bandhigi karo oo awood uu qofku ku yeelan karo laakiin xasan taa uma socdo xasan si aanay dowladnimo soomaaliyeed oo la wadaaleeyahay uga dambayn kooxdiisa UPD-na ugu yaraan ay u sii haysato wax la yiraahdo dowladdii Soomaaliya magaceeda ay u sii haysato ayuu waraaqahan wixii uu rabay ku qoray oo ah yacni madaxweynaha la doortay ayaa bedeli kara madaxweynaha hadda jooga marka xasan uma jeedo doorasho soomaaliyana doorasho aan heshiis lagu ahayn nooca ay dooniba ha noqoto kama dhacayso jubbaland bayna ka dhacayn puntland bayna ka dhacayn yacni xasan sheekh waxa uu og yahay baa jirto waa xaqiiqa waxa dagaalkan uu ugu bareerayo saddex maamul oo asal ma doorshayaal oo madaxdooda kii la weydiiya magaciisa yacni suu ku gartaaba ay adag tahay oo kuwii waagii hore u farmaajo keenay ah kuwii waagii hore u farmaajo keenay waa qorqor guud laawe iyo lafta gareen yacni marka aad fiiriso ma aha dad mas'uula ma aha sababtoo ah
مش هيك الكلام شرعية وحسن شيخ مدو هل السنة كردية وحيد الشيخنا يعني مدحوين يال ومدين ومدوضو هدي ويدي سنة يعني ما واحد كل شو وين مقر يعني ده كان قاتي واحد وغير مسؤولين وغير مسؤولين ما يقانا واحد 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 انت كل شرتي يعني عم يقول عير عير لما يستو كواسي هدي عد واحتر أيام شلي بي فرماتشو واحتر لهاي كوي فرماتشر كده إيه إيه إسقم مدحوينها كده أيوه لا ده قال لما يا كوي أنا مدرشياش أها أنا ومحمد كل هذا وحيري أنت قاتها مهمة دمرك وحيد هاي إن إستجنا وكيس أي شوي دونان دني إيه مدوبي مهمة دوا أنت وحن أوضاع أردن أوضاع سومالية بوها لها أوضاع عباد أوضاع محمد كل هذا تفشل المي أن سمعت يا شرف يا كرامة كل حلاها برشيد السومالية أو ماشى يعني حتى ريرك وكذا شيء أن كلسوني كود حلاهين إساقو أيو حسن شيخ بحيا مهمة دو مركة وحيدة هاي يعني دادك سومالية وقت بيسين دونان مثل دالك ويبدبادين دونان مدى يعني آيتها إن لقد دو دي وحلس كوي دي وحسن والا أركا ما أها هجامية ما أها مسؤول ما أها أضي ما أها قف وحقون معنى لي أقول لفهمه لقد فهمي كرو ما حشون أيو قفكو مركو قضية هاي وحبو حيرية وحبو كحشو ذا حسن ما حشون أيو محنكو إلى هدايتو احترام ملها مسؤولية دي كمان موقتو وقضاقا ديارة دا سارا ايو الكيس ودبت تاقن يهي قبل دي سينا وسارة داري مهد دبت دا اي چوكتو إسلام تي سينا اي بحينا يسو محنكو إلى هدايتو ان رياشين كي عيدان كي مشارك عيدان كا ايضو اي كتا هاي محنكو إلى هدايتو مقال هايها يعني وقضي باهن او كوح باهن او كلانا دالكي يدول النوادي سوماليا كل شراكوبي بركة ان امات سوماليا بكل اوتا لوحا اي سمين ليسو شلي سيدا سو هذا الغادي طبعا دور وين شبلا يبدلان بو حقيقي استين ان حس الشيخ محمد مدحوين او نغضو تدبا هاد قبيل كو شاب بضير او قاب قبيل او دقاي هذا الكا شلي محي قبيل نغوين مركي اي تاقيري حس الشيخ محمد ان قبيل كلاغا عرري مايو الهي با كدغا ايغو ما اينا دوران انو رير كان هي الهي با ايغا دغاي ما دورانين هدي ماركا اسكو رير نوقدين تي وا دد نيمو وا شرف يا كرامه اوتا ايغو رير هيبلا ان اي نظام ك دولي اه سوماليا ايغو اي هرمود او نوقدان هوغان او نوقدان ما خان كو يراهدا اي تبد باديان سمت بخيان وا شرف يا كرامه عيب ما اها شلي رير ماركا فرماجه لا ديريين اسكو رير با اهايين anu farmaajo markaan diidana in dhaliilay isku reer baan ahay farmaajo somaliland garan in muhiimadu ma aha waxan yaani qof dadka ducafada ayaa ku meereysta qabyaalada iyo qabiilka iyo wareer hebel kun goor hadii yaani leeyahay wareer hebel wareer hebel wax ay ka bedelayso ninka raga ah hadafka iyo go'aanka u leeyahay ma jirto ka ay ishayaani waa inuu hadaf cad la yimaado anigu xasan sheekh waxaan ku diidanahay wax cad baan ku diidanahay waxaan ku diidanahay in awood uu lahayay uu isku dayo inuu isticmaalo inuu xilki raisul wasaaraha gabi ahaanba banaanka ka dhigay in uu isku hareereeyay koox baahan dawleysata la yaqaano waxa ay yihiin cadaawad beeleed in uu ka dhigtay yaani maxaan ku dhahayto barnaamij siyaasi ah oo shaqeeya inuu yiri dastuurki dalka aniga ayaa bedelaya oo sida aan rabo u bedelaya hadii taacid laga yeelayo jaale maxamed siyaad barre oo dalkan soomaaliya wax kasta oo uu yahay ka dhigay ayaa aqligiisa lagu shaqeyn laha kama aan waxba soo kordhinin wuxuu dhaco iyo wuxuu booban mooyaan xabaalihi bini aadamkii galay ay ka badbaadi waayeen lafahoodi maagu masakiinti ay ka badbaadi weyday ma aad u maleeyneysa in aqligiisa lagu shaqeynayo never ma dhacayso taasi ummad Soomaaliyeed bay u taala aniga xasan sheekh muwaadin Soomaali ahaan yani dadka Soomaaliyeed baan ula midahay laakiin maadaama aan helayo fursad aan codkayga ku gaarsiiyo dadka waa inaan sheego waxa uu yahay shalay markaan taageerayay isagu reerka uu yahay buu ahaa aniguna reerka aan ahay baan ahaa waxa isbedelay ma jiraan maxaa isbedelay waa ficiladiisa iyo barnaamijkiisa siyaasiga ah ee ku saleysan nacaybka iyo xumaanta iyo kala geynta ummada Soomaaliyeed Soomaaliya waa la isku yabyabayay
أفرتن سنة لإستيرينا إيه ديسمبر وشيء يا حسن شيخ أي أمسيهن إنا يدخير دارود لي هذا كأت كارين ورع ضيمة هذه هكينان ضيمة هذه إنتي كينان قرت أسان كأت كارني هل كأسان كأت كارني ساسان وقعت كارني هي له ذا والله أقبل أريدي سنوغن هاي واحد حلاسة طبعا تدك الصومالية دورنا وحكوفو قنائن أريدي إتوبيا ولا أركي دولان الصومالي كسوق عطي كدب نوحا إسلام أركي بالله ينغو داري فيلين التستور ليرا دو مركا حقيقة كنت بيس أريدي إتوبيا إن يعني حسن شيخ وها أودغ ما ينوع قرية اسمار السينما مركي أي صوبة حضي هاوشي يعني إم أو يوغا لحولوه وفلتمي تلابوين ونكسن بوقاضي سيدي يوم حاكو لهذا دمان مسؤولين الدولة دا إن نا عاد لما سيد الجولة وين بيك قاعد الدولة دا الصومالية حسن شقوه قامين أيو لكن أنت يعني مركا وسمين أيو وها وهجاتين أيو وها وهلاين أيا كبدنا أو سي او يرمارك يحوغا دك اوتوسو انو يهي قف ودانيا دفاع دلك صوماليا وكدب يهي ايا وحيا لها قارك دو سميني لكن حقيق دي وحوالبا وحا اي اسبدلين اي وحي مركي لها وحا الله ميل مريي يعني الدستور يعني وحلي لها دو هشيس اسكاشي ميلاتري او تركي يهي صوماليا اي قري او هشيسكي هشيسكو وحوها ان شدال لبارو بارلمان كيبال لوغا فايديستي امد سوماليات بال لوغا فايديستي وحشيس اسكاشي ملتري اللي هذا مجرى ان يعني حق القلم وحسن شيقاته توبيا يعني ما رأت انو بسو دوشو تركيا اسكاشي ملتري اللي يلانا انا وحا دانتا اوكالها اقوبادا وحا اهايد انو هلو حوغا شلمان حوغا شلمان تاها والاقا هلا تركيا heshiiskii baarlamaanku waa mariyay umada Soomaaliyeed waa soo dhaweysay laakiin maalmo kadib baa wax waliba cadaadeen xil dhiban ku sheegi kara maanta waxa ay ansixiyeen iyo waxa ay ansixiyaan ilaa iyo hadda qodobka ugu dambeeyay Allah maanta la ansixiyo ayaa la doortay gudoomiyaha gudiga doorashada yaani gudiga doorashada meel cid ansixisay ma jirto aadan madoobaan ansixiyay iyadoo maxaa ku jiraadaayto la wada arko oo lixdan qof ay joogto baarlamaanka muhiimadu markaa waxay tahay Hassan Sheikh Somalia ma difaacin mana difaacayo haddana wax walba waa uu aqbalay ugu dambeyn waxa uu aqbalay Ethiopia inay qaadato in badacs ayuu aqbalay ugu dambeyn warkaas ma lahayn taa inuu cadeeyo maya ficilka iyo qaabka xaqiiqda ah yaani marka aad si dhab ah u fiiriso dalabaadkiisa ayaa maxaan ku jiraahday to muujinaya Hassan Sheikh waxa uu aqbalay MOU de hadii uu aqbalayna waxay ka dhigan tahay waxa uu aqbalay in Ethiopia ay badacas saldhig military ku yeelato dekedana ka sameysato taasina waxay ka dhigan tahay Ethiopia inay qaadatay konton sano oo hadda kadib ya dhintay ya nool taa marka madaxweyne Hassan Sheikh inuu aqbalay waxa ku cadeynaya yaani wax walba uu isagu yaani jooharadii dhigay si uu Axmed Madobe isaga celiyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayuu ka bariyay in uu ula hadlo ninka la yiraahdo Abiy Axmed Cali Abiyna wuxuu yiri dabayaaqada bisha December maalmaha ugu dambeeya yaani isku dayay inaan maaragtay to suuragal chance ah inaan raadiyo laakiin hadda wax waqti ma hayo caawadana kula hadlayo Nairobi uu joogaa Hassan Sheikh wax kalena uu joogo madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud halka uu joogaa wax kalena uma uu joogo ma ogolaanin oo keliya in uu bixiyo ama aqbalo MOUDA waxaa jira qorshayaal kale oo waaweyn oo uu ku gorgortamayo oo uu kula gorgortamayo dawladda Kenya ee caawa uu la joogo oo ku qanacsan yahay bad iyo bariba inay qaataan si Axmed Madobe yacni ay uga caawiso Axmed Madobe kama mid aha Kenya ma aha Kenyati waa mas-uul Soomaaliyeed waxa uu xukumaa maamul la yiraahdo Puntland Kenya waxba kama bedeli karto waxna kuma soo kordhin karto waa inuu ogaadaa Hassan Sheikh
يعني حقيقة إنه واجهوي هذاي سنة إيوه دوبا إسدلان ده كان يا صعب كأوت مايسا كريه دربان كأوت مايسا وحبكم بس كورنيس صعب توا إذا كاس كدلا دكتور ميلول بود جيه طبعا أحمد مدوب يعني بيش يسمعشان وحوي كده جنتهاي حسن شيخ بيش يسمعشان وحوي كده جنتهاي ما بير سوماليات وأن كان يدقنين بشرت مشرت واحد اللي هذا 4.5 كا هو يران هل كان ويكو إدليه يعني فور مركا دب يعني بحويناها وها ما لقومة تلمامي كرو قف سوماليا دلك أردن وحكلا قيمة بدن إن أحمد مذوب كبقول ليسن لكن أنا أقول بشارين إياه أحمد مذوب وكبقول ليسن إياه وهي سيدي السوق مريسا أحمد مذوب أو دور الشقب تي وشرعي دره كويا قبل دور شو يكون وشرعي ما وحبا تاس أنا وحنا كده هدي مقرنا إياه سجى يعني وحلو يديني سجى سجى مبلو يديني يعني أحمد مذوب دور الشق كل ما تدري رأيه داني محو كل تدري ويبربورا يساس وما هين بدلان يعني قف كان نعيب عذاود نحلي حمان وانتاس أمر يقرتوا كوح وأذيك تنوه هايستا أو نعيب كيسا وأركت بخير يا بركو بركة وسودو وينينا لكن حمان تورن ويلزولين إياه ويزولين يعني حسن إيه واحد قوته إيه حمان تقولش الكوبي ويبحيان بيلها سوماليينا شرق يقعد دقالنا ما أنت هدير ربان ويدير ريان وي أحمد ندوب اللي تيسا مرني كرنا أحمد ندوب اللي أحمد ندوب أحمد ندوب إذن واحد كبير بدليس أحمد ندوب اللي فتيسا مرني كرنا إذا بعد تدا حسن شيخ هدى أتكشي يسيد من اللمدة وقيب كي هاي اسم رواقة يسياسة دصابت وحلوقنا هاي ما هو حقر السودة إن سكوري مادين رمان حكومة ديك للدنبي إن عكلنا مدحنا تشوبة قلنا نفتقيسو واحد مودة مركز تا تورجو ديسو إن إدالي سو بوغ مارك تاي كدوغن معملا ذاك لا كدوغن مركز دور بقلا يمن ليه كرا لباتوين كسو ماذا كان عاي طبعا ساقا نمبر وان كابا مهمدو ساقا بكوكا لكن tan wa mid kaliya ee boqolkiiba boqol kuwi hore oo dhan yaani galdoloola way yaran ka dagaalkii isaga iyo farmaajo isku day baa aha isku daygii buu isaguna diiday wax weyn ma ahayn taas laakiin tan waa xaq tan anigu waxaan aaminsanahay qofkii yaani haduu xitaa axmed madobe ku dhinto dariiqii ugu wanaagsanay oo ku dhiman lahaa inay tahay soo la dagaalamay xasan sheekh iyo waxa uu wato yani askarigi kaga dhinta jubaland inuu dareen xaq ku dhintay sababtoo ah kuwani waxay ku socdaan wax yani aad u foolxun oo bini aadan aqbali kara una jirin marka tani waa midda kaliya ee wax allaale iyo wixii axmed madobe uu soo sameeyay ugu wanaagsan ee la dhihi karo waa midii allaalihii wallahi wixii xumaan uu geystay oo dhan ay maaragtay to kaga dhaqmi lahaayeen marka qof kasto Soomaaliyana ha ku taageero oo Soomaalinimo doonaya si kooxdan yani waa qoriye ismaris yani iyada dhanba marka fiiriso aan bini aadam ahayn waxa waraaqaha dawladda iyo nidaamka dawliga ah qaabka loo isticmaalayo marka aragto waa koox shabakad ah oo isku xiran dad maqli jirtay koox mafia ah burcad badeed kuwanina kooxahaas ay ka mid yihiin ma aha dawladnimo wax la yiraahdo oo Soomaaliya ka jirta ma jirto nawalaba waxa weey waxbu ku leeyahay waxba la kala goosta way saashada ugu dambeysa ugu muhiimsan ee jaamacadda kuma cilay markale waxa weeyaan runtii anaga jacayl markasta ma aragtay dadka inta wax fahmaya dabcan in waxaan aad ka digaysid dabcan aad sheegaysid ay dabcan ka digtoonaadaan san ognahay ciidamada turku u tabaray waxa ku jiray ciidan la yiraahdo gorgor waxa soo hadal qaaday mar hore dabcan hadal uu sheegay fiqi iyadoo uu leeyahay ciidamada waa milishiyad waxa jiray warar sheegay in ciidamadan dagaalkii kooxaha dagaalmayaasha la geliyay oo saraakiish ugu fiicnayd la dilay hadda ciidamadan maanta waxay joogaan meel ugu yaraantii ku dhawaad 270 km u jira Kismaayo oo Gaadoona labada ciidan halkaas isku hor fadhiyaan dabcan saad meeli karaan ciidamada dawladda lageeyay meesha ma lihi karaa ciidamadaas waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo oo walaaqi turku uu galay
Soomaaliya dabcan aan laga abaal ka dhicin ciidankaasi in la badbaadiyo ma maasha ciidan Soomaaliyeed ma joogo mana imaanin xamarna ciidan Soomaaliyeed ma joogo marka waa koox mooryaan oo meesha la keenay inay dhintaan bayna kulli diyaar u yihiin baan filayaa marka haday rabaan inay noolaadaan ama badbaadaan maba aysan imaadeenba marka adigu qof doonaya inuu dhinto oo wuxuu u dhimanayaa aan garanaynin oo meel u socda aan garanaynin yani had badbaadaysa ku faraysa isagaaba doonaya inuu dhinte yani marka xaqiiqda laga hadlayo haday ciidan Soomaaliyeed yihiin may yani siyaasad ka dhex geli lahaayeen ciidan waa loo taliyaa Soomaa noo ciidan maya gudaha dalka looma adeegsan karo dowladda dhexdeeda looma adeegsan karo siyaasi looma adeegsan karo waxa la isku xasan iyo waxa isku hayaan axmed waa dana siyaasadeed wey midna masaalix yani umadeed ma hayo laakiin axmed wuxuu ku saxsan yahay isagu dantiisa si dhex marsanaya inuu xasan sheekh ka hor yimaado taasu ku saxsan yahay taasa waxay tahay waxa keliya ee ugu wanaagsan ee weligii axmed madoobe uu sameeyey Soomaali garan askarigii marka masaalix laba nin ay isku hayaan diyaarad loo soo saaray oo 1000 kilometir loo soo waday oo halkaa la keenay isagaanba nolol rabin maxaad adigu badbaadinaysaa qof raba inuu dhinto sababtoo ah dadka kuwan oo kalena yani ma ahaba in ay ka mid ahaadaan ama sii wataan magaca ciidan xoogga dalka Soomaaliya la yiraahdo xagee lagu sameeyay ciidan xoog intii uu farmaajo sameeyay ayada oo la isku waafaqin Aws weyn oo Xasan ku dhameeyay iyaga iyo taliyashoodiiba waxba kama joogaanba oo marka xamaaligii inta la soo arriyay tuuta loo soo geliyay haddii waa gorgor la yiraahdo iyo waa kii kale dad ma fahmi karo farsamooyinka noocaas ah maleeshiyada kuwii caanaha keenay ayaa loo tuutay inta loo soo geliyay diyaarad lagu soo qaaday raisul la yiri waa gorgor gorgorku uma daaba gorgorka inay yihiin haya gorgor oo duula khalas haddii ma jiraan marka aad leedahay miya inay gorgor yihiin ma ciin soo askari Soomaaliyeed oo siyaasadu loo adeegsan kara ma aha askari Soomaaliyeed anaa ku sheegayay taa Xamse hadaladiisi ugu dambeeyay iyo Xasan Shamhay ahayn yaa ciidanka siyaasad loo adeegsanin Axmed Madoobe Boortaqiis ba siyaasadda la sheegayay maxay tahay ciidanka waxaa loogu talagalay cadawga dowladda iyo dadka Soomaaliyeed in lagula dagaalamo Axmed Madoobe dowladda Soomaaliya qayb ka yahay cidna umadaba fadhiyo cidna kama baryayo waa minina kama haybaysanayo fartu doonuu qoraya wuxuu doonuu diidaya wuxuu doonuu aqbalaya siyaasadiisu ku soconaya aragti iyo caqli siyaasad qof kale leeyahay kuma soconayo kadaali ka dani ku aqbalay inay caqliga qof kale ku socdaan iyaga u taala laakiin Jubaland iyo Puntland iyo SSC waxay ku soconayaan siyaasad iyagu ay degsadeen ninana uma baahna hadaan iyaga loo baahnaayeen iyaguna uma baahna xamar ayada u baahan Soomaaliya oo inay sii ahaato caasimadda Soomaaliya iyada idan ugu jirtaa haday diido nin walba meeshiisa ayuu ku ekaanayaa ninkii adkaan jiray inta duulo kuwii uu ku adkaan jiray ha ku duulo war intaasii Soomaacada inta ma mugdi baa ku jira ninkii geesiya ee dadka ka adkaan jiray ee aaminsan inuu dadka adkaaday intuu maanta duulo ha ka soo adkaado muhiimadu waa intaa waaye sidoo kale jaamac aad baan ku mahadcelinayaa runtii waxaan jeclahay runtii barnaamijka iyo kuwa kale oo ka sii badanba inaad toddobaadkiiba hal barnaamij dabcan markii hore xusnay aad nagala socod doontaan sharaf badan korkaaga aato jaamac aad baan ku mahadcelinayaa adaan masaxa